اهلا بيكم حبايبي، يا رب تكونوا بخير وبصحه ان شاء الله. النهارده هعمل لكم طريقه الجبنه القديمه ان شاء الله. نسمي الله ونقول بسم الله الرحمن الرحيم. انا عندي جبنه قريش وعندي مش، المفروض بيبقى عندي حبه مش يكونوا موجودين. لو مش عندي مش هنعمل مش ازاي؟ هنقول ان شاء الله. انا جبت الجبنه القريش اهي، بسم الله الرحمن الرحيم. طبعا انا عامله، فانا حبيت بس اوريكم الطريقه. انا هعمل قطعه واحده بس من الجبنه القريش لان انا عملتها وحبيت بس اوريك. فهجيب ملح كتير كده، شايفين الملح اهو، غرقي قطعه الجبنه ملح كتير جدا اهي زي ما انتم كده شايفين. الجبنه القريش اهي بغرقها كتير جدا، مش هولع فرن واسخنه واحطها، لا الكلام ده، لا ده كل ده لا خالص خالص. هنعمل بطريقه بسيطه كده وكلنا ممكن نعملها، اي حد يعملها، لو حتى بنتك الصغيره ممكن تعملها. حطي ملح على قد ما تقدري على قطعه الجبنه اهي زي ما انتم شايفين، شايفين كده اهي، بسم الله اهيت. وبعد كده بحطها في المصفى واسيبها لتاني يوم لغايه لما تصفي الميه بتاعتها خالص. هتحسي ان الجبنه نشفت معاكي، قطعه الجبنه دي بقت ناشفه. فكده ممكن بقى نحطها في المش وما نخافش عليها ولا تسوس ولا تدود ولا اي حاجه. لكن توليع البوتاجاز وتسخينه وتدخيلها ده بيخلي الجبنه بعد كده ناشفه وما تبقاش زي الزبده بعد كده لما تقدم في المش. ادي اول حاجه قلناها. طيب طبعا هتخر معايا الجبنه دي ميه ميه، مش هرمي الميه دي، هاخدها ولو عندي مرته هاخد عليها حته المرته اللي عندي، وهاخد عليها شويه مش من اللي موجود عندي قبل كده، واحط عليها شويه شطه ناشفه واغليها على النار لغايه لما احس ان الكميه اللي انا حطيتها دي بقت نصها، اسيبها تبرد وازود بيها الجبنه القديمه بتاعتي بالمش. وان شاء الله هنشوف. انا دي كنت انا عاملاها قبل كده، هشوفها معاكم. بسم الله الرحمن الرحيم. عملت ايه دي؟ عاملاها حوالي من 8 شهور، شايفين عامله ازاي ولونها عامل ازاي. طبعا انا قافله البطرمان بالكيس الاسترتش عشان ما يدخلوش هوا، لان لو دخل له هوا المش بتاعك يبوظ. بعمله كده وبغلفه كمان في شنطه وبقفله. اهو شايفين لونه عامل ايه، ده بقى له حوالي 8 شهور. انا هفتحه معاكم كده كده، سهله طريقه الجبنه سهله ازاي، مش محتاجه ان انت ولا تولعي فرن ولا اي حاجه. بسم الله الرحمن الرحيم. انا اول مره هفتح عليه من 8 شهور. بسم الله الرحمن الرحيم. شايفين عامل ازاي اهو، شايفين يا جماعه لون المش، شايفين. وهطلعه كده قدامكم كمان واوريه لكم على الطبيعه اكتر. بسم الله بسم الله. انا حطيت فيه، شايفين شكل الجبنه عامل ازاي، شايفين ما شاء الله، ولا حول ولا قوه الا بالله. انا بس ايه، بسم الله الرحمن الرحيم. بسم الله اهي يا جماعه، شايفين شكل الجبنه عامل ازاي، شايفين جمالها اهي اهي، شايفين جمال الجبنه ولونها التحفه اهي. دي اول مره افتح عليها النهارده قدامكم، حبيت اوريها لكم اهي، شايفين عامله ازاي. يبقى كده عرفنا طريقه الجبنه القديمه بنعملها ازاي. بيكون عندك مش زي كده من الاول، ولو ما عندكيش بتشتري حوالي حسب ما انت عايزه، نص كيلو ربع كيلو كيلو، وبتجيبيه بيبقى عندك كخميره، عشان تبقى عندك خميره على طول بتجيبه. بنعمل الجبنه زي ما انا قلت كده، نجيب الجبنه القريش بنرش عليها الملح ونسيبها لتاني يوم. اجي امسك الجبنه الاقيها نشفت، ما فيهاش ميه، الميه اللي بتنزل منها دي بروح واخداها
وحط عليها شويه مشي من اللي عند الالان الخميره ديت، وشويه لو عندي مرطه، افرضي ما عنديش مرطه يبقى شويه الجبنه المشي دوت على شويه شطه على الميه اللي نزلت من الجبنه القريش، وبغليهم على النار شويه لغايه لما احس ان هي الكميه اللي انا حطيتها دي بقت نصها، اسيبها لما تبرد، وبعدين اجيب الجبنه بتاعتي وارصها وادلق عليها المشي دوت. وممكن اجيب من عند العطار حاجه اسمها تنكار واحطها في الشاشه واحطها في قلب البطرمان، لكن طول ما انت حطيتي عليها شطه ناشفه وعملتيها بالطريقه دي ان شاء الله ما تلاقيش فيها حاجه. اهو قدامكم اهو شايفين ما شاء الله، ولا سوسه ولا اي حاجه قدامكم، وحتى شايفين لونها. دي حوالي بقالها 8 شهور انا قافله عليها، لان كان عندي الخميره بتاعي كانت حلوه قديمه، كان المشي كان قديم شويه فسواها بسرعه. شايفين انا هوريها لكم، شايفين عامله ازاي دايبه دوب ازاي اهي. لكن لو انت حطيتيه وولعت الفرن وخليتي الفرن يسخن وطفيتيه وبعدين حطيتي الجبنه فيه تنشف، بيخلي الجبنه بعد كده لما تحطيها في المش ما بتبقاش دايبه زي ما انت شايفاها كده ابدا، بتبقى هتحسي ان هي ناشفه. ودي النهارده يا جماعه كان طريقه الجبنه القديمه، ويا رب اكون قدرت اوصلها لكم المعلومه وتكون بسيطه ونقدر كلنا نعملها. بس ما تنسونيش في اللايك والشير وتفعيل الجرس، واللي ما شافش قناتي واول مره يشوفها يشترك عشان هيلاقي ان شاء الله كل بسيط وكل جميل باذن الله. وعايزه بقى تعليقاتكم كده وتقولوا لي ايه الطريقه عجبتكم ولا لا، في كل انحاء العالم يعلق لي ويقول لي يا ترى الطريقه بتاعه الشرح الجبنه القديمه عجبكم ولا لا. واشوفكم ان شاء الله في فيديو تاني، والسلام عليكم.